مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج جيل الطيبين. هلا بكم وحياكم الله. العراقيين يحبون الحياة ويحبون مباهج الحياة، مثلا يحبون السفرات كل أنواعها، السفرات المدرسية، السفرات العائلية، وحتى الزيارات الدينية. كل سفرة من هاي السفرات لها طقوس ولها تفاصيل خاصة جدا بيها. راح نسولف بهاي الأمور ونتذكرها ويا شخصية رائعة ومثقفة وجميلة، شاعر شعبي معروف ومهم، النجم الأستاذ حمزة الحلفي. السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. كل الهلا، شرفت ونورت. يا أهلا وسهلا أستاذ. شكرا. اليوم الحلقة راح تكون كلش حلوة، أنا واثقة. أكيد أنت تقدمينه طبعاً. لا، وجودك طبعاً. عادة أستاذ حمزة إحنا ندخل بصلب الموضوع، لأنه نعرف فكرة البرنامج جيل الطيبين أنه ندخل فوراً بحفريات بالذاكرة لها علاقة بالأجيال السابقة، موروثهم، تقاليدهم، عاداتهم. فأسألك أول سؤال، فديوم مسافر سفرة مدرسية، شنو أول سفرة مدرسية بحياتك؟ سفرة بالابتدائية. وين كانت؟ كانت للصدور. أذكر تفاصيل السفرة، كانت سيارة يسمونها 4.5. السيارة؟ يسموها 4.5 سيارة. بالضبط بالضبط، يعني تشبه شبيهة للمنشأة. أوكي. إي يعني شلون المصلحة القاط واحد. أوكي. السيارة هاي كانت مشتهرة، أنا ذاك إحنا كنا صغار طبعًا، مو كبار بالعمر. أي أطفال بعد. ابتدائية. رحنا يعني صارت في وقت هاي السفرة صارت انتقالة في حياتي مو طبيعي. صدق؟ والله، لأنه شلون؟ رأساً أول مرة تكتشف العالم الخارجي. العالم ما أعرفه، كنت أجهله يعني. يعني شنو، أنا أروح من المدرسة للبيت، إحنا بيتنا بقطع 41 ومدرستنا بقطع 25، بالمناسبة فرق بيناتهم شارع واحد. واحد. واحد يعني هاي المسافة اللي أروح أو أرجع. هاي حدود حركتك. اي حدود، وما تبقى هو هذا اللعب اللي بالشوارع وغيره. اللي هي رقعة جغرافية صغيرة. اي صغيرة، يعني مسافة ممتدة، يعني كل حياتنا تبتدي من واحد تنتبه 11 لو بعشرة. فرأسا تتفاجئين واذا انت صاعدة بسيارة وتباعين من الجامعة للبساتين والحدائق وتنزلون بمنطقة شيء يعني يسمونها المنطقة الغناء الخضراء. صارت فعاليات، يعني خاصة كانت أجمل فعالية فعالية الأكل الجماعي. فكان عندنا معلم اسمه أستاذ خميس، مهتم بالمسرح إلى درجة. جمعنا على شكل دائرة، قال أنتم لا حد يأكل لوحد، إحنا جبناكم بالسفرة. إيه؟ جبناكم بالسفرة مو بشكل شخصي، إحنا نريد نحسسكم بروح الجماعة. إيه؟ فبدينا نأكل، ويانا كانت الفراشة هم جاية للسفرة، جايبة وياها برامز، وجايبه وياها قوري كتلي كبير ماكو مال شاي، وسوت لنا شاي. حتى رائحه الشاي كانت بوقتها تختلف عن اللي كنا نشتمها ببيوتنا. فحقيقه استمتعنا بيها، وهاي اللحظات يمكن يعني اذا بعد باقي 100 سنه انه ابدا ما تغيب عني هالمشاهد. طبعا والمعلم وضح لكم انه هذه السفره الغرض من عندها زرع روح الجماعه، روح الجماعة والفريق. كانت اكو قضية مهمة جدا، بالمغرب غيمت الدنيا. احنا باكر رايحين للسفرة.
قبل بيوم غيمت. إيه كان لاكو طقس وأيضاً ما حد يعرف باشر شنو الجو. بس أنذر الجو بمطر يعني ما تقبل غلط. والله عشت ليلة تعيسة إلى درجة بحيث قعدت الساعة بالأربعة الصبح أباوع ماكو مطر، وإلى صار الفجر طلعت الشمس. الله كانت حياة جديدة. إيه تخاف تحرمنا هاي اللحظة. زين بالسيارة الأربعة ونص كان أتكم يعني كانت مبلشة هذه الطقوس مال أكو أغاني خاصة بالسفرات لو أكو كانت أغنية مال لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت. هذه كانت شائعة. أي طبعا شائعة لدرجة أنه الإذاعة العراقية إضافة للإذاعات العربية كانت تبث بشكل مستمر، فالكل تحفظها يعني. أي طبعا لو أسأل بأيام اليوتيوب والمشاهدات لا كان علقت تعليقة مو طبيعية. فأغنية جديدة على الواقع الغنائي العراقي، الواقع الغنائي العراقي بيه شجن بيه لوعة. طب إجا فاضل عواد غنى هاي الأغنية اللي لحنها على ما أعتقد حسين عباس أو هيش ما أتذكره، وكتبها الشاعر الكبير الله يرحمه المحدث المجدد طارق ياسين. نعم كتبها بشكل قفشة يعني، إلى أن تطورت القضية وخذت مديات أوسع. جد دلال شمالي سوت ديو هي وفاضل عواد، صحيح، وأعاد وكتابة الأغنية سواها نسائية ورجالية. فكانت هاي الأغنية حاضرة. أي حاضرة جدا يعني. كان المسجل ما كان أكو كاسيت، كان أكو هاي البكرة البكرة الكبيرة. إيه فكانت هاي موجودة يعني بالسفرة كان مخليها. صدق؟ إيه والله بالسفرة بالسيارة مخليها؟ لا 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 بالش اسمه ها بالحديقة. إيه بالحديقة بس لا بالسيارة إحنا نغني بها. إحنا نغني بها. أي هاي السفرة. شنو أكثر مكان كنت تحبه وأنت صغير من أكيد هذه مو كانت أول سفرة. هذه كانت أول سفرة المبكرة. لا 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 هاي أول بس سفرة. تكررت مجموعة سفرات. منو أكثر مكان كنت تحب تروح له وأنت بالمدرسة؟ كانت أمي تأخذني سيد إدريس. فأجواء الكرادة يعني هي قريبة من أجواءنا. نعم. ما عاد العمران يختلف يعني. فأنا أقعد هي هسه بعد أتذكر المشاهد أو المكان أو كانت أكو باحة برا نقعد بيها. فهم أمي تجيب شولتها وشغلاتها وتقعد وأنا أقعد يمها. أحيانا يروح ويانا واحد من الولد لو واحدة من البنات فنقعد نستمتع بشكل مو طبيعي. هي كانت العوائل واعتقد ما زالت تحب السفرات الدينية بالضبط. بكل طقوسها اكو سفرات دينية لطقس حزين واكو لطقس بشيء من البهجة مثل ما يصير بخضر الياس والشموع والنذور. ف اطلعت ويا زيارات الوالدة على الزيارات أو السفرات الدينية حبيتها أكثر من السفرات المدرسية لو شفت أنه هم يعني اكتشاف جديد. هي بالحالتين هي انفتاح أو خروج عن مألوفك يعني. سواء كانت الزيارة الدينية أو زيارة الصدور. نعم. أي بس هو الـ ما بقينا إحنا بهذا العمر، كبرنا بعدين حرامات يعني الواحد يكبر بسرعة. فترة الطفولة بيها أشياء كلش ممتعة واكتشافات جميلة. همزين إحنا أرشفنا هاي القضية يعني بدواخلنا، استفادينا منها بمنجزنا الآن. يعني من أكتب قصيدة أكتب أي أغنية أستحضر هاي الأماكن اللي كنت موجود بها. حفر بالذاكرة. هو شلون أكو سيفي هنا يحفظ يحفظ مشهد يحفظ حادثة صارت يحفظ طقس معين حالة نفسية صارت في لحظة معينة كلها مسيف عندك. شارع السعدون عندك كان من أجمل سفراتنا، يعتبر سفرة. ليش؟ لأنه الوافدين من كل المحافظات خاصة الشباب من عتهم كان منطقتهم الرخوة أو منطقة التنزه عتهم وين كانت في شارع السعدون. طبعا شارع السعدون ممتد سينمات من الأول إلى الأخير يعني كذا سينما موجودة. شارع سعدون شارع عظيم يعني. عظيم كبير بكل تفاصيله بمحلاته. أكو محلات الآن يمكن بعض الدول العربية استحدثوها الآن. يعني الصور محلات القص. كانت الشاورما هم يسمونها. أول الناس البغداديين أسسوها في شارع السعدون. صحيح. وصلت بهم المرحلة إنه الأفلام السينمائية
اللي محصله على جوائز، افلام نمبر 1 تعرض في سميرميز، تعرض في اطلس، تعرض في نعم. في النصر. هاي المستجدات احدثت تحضر عند الشاب العراقي. الشاب العراقي قام يلبس من يشوف ممثل امريكي بالكابوي او غيره. احنا اول من استخدم الكابوي بالعرب بالمناسبه، هاي احكيها، الشباب استخدموا الكابوي لانه اللبس الكابوي كان مو رسمي. نعم. يعني اذا في بدء النهضه العمرانيه بالعراق من فندق الرشيد وغيره، ما يسمح بالشراتون يدخل واحد بجينز. كابوي ممنوع، بدله وكذا. ملعب الكشافه ملعب الكشافه تجين الجمهور تلقينا كل من لابس بدله رسمي سوداء، بدله رسميه صحيح، كل الصور الاسود ابيض كلها بدلات رسميه واربطه والوسامه والنظافه والاناقه، العطر الماركه. وكانت كل هاي المشاهد تجتمع وين؟ بداخل هذا الشارع، الى شارع الرشيد. نعم. الى مناطق قلب بغداد ومحاذاة النهر. اي النهر، هاي دجله العظيمه. هاي بالليل من تمشي على شارع ابو نواس بالليل، يعني انا والله رحت شفت باوروبا شوارع يسمونها شوارع المشي. صحيح. كل مكان. نعم. كل دوله اوروبيه بيها شارع المشي. شارع المشي اكيد. شارع ابو نواس رغم كان بيه سيارات بس مستحيل يكون شارع مشي مثل شارع ابو نواس. عجيب. يعني الصوري احيانا يصير تصادم من كثرة الناس، بنات وولد، يعني ينزل الولد او بنية تنزل حتى توسع مجال الغيره يمشي يفوت. هاي ايش قد من شارع الخيام ابو نواس امتدادا الى فندق بابل، هذا كله مفتوح المكان. نعم. اوبن يعني. نعم. بالنسبة للسفرات اللي حكينا عنها اللي هي سفرات مدرسية وزيارات دينية، أحب أسألك بعد في مرحلة لاحقة، في مرحلة الشباب دائما الشاب العراقي يبدي يطلع خارج محافظته، بالبداية خارج بيئته وخارج بيته، بعدين تصير خارج محافظته، يعني ممكن تكون أكو الموصل أو الحبانية أو غيرها، يعني ممكن يكون أكو مبيت برا. مريت بهذه المرحلة هذا النوع من السفرات؟ أكثر واحد مر بيها أنا. أكثر واحد. لأن إحنا كنا جروبات فنية، يعني شاعر، ممثل، نعم، مطرب، عازف، فدائما ما نروح نروح الحبانية. نأخذ بيت، نأجر بيت. نبقى 4 أيام 3 أيام. مرة تزامن التصوير مع البرنامج أصوات شابة. نعم. كل الأغاني صورت، كان المخرج الله يذكره بالخير صديقنا ناصر حسن. نعم. صور كل المطربين بالحبانية، فإحنا سويناها زيارة وتسيارة. زين. يعني هم إحنا اشتغلنا أغانينا نفذنا هناك. نعم. وهم كل أربعة أخذوا لهم بيت. يا سلام، من نقعد الصبح، طبعا احنا اكو اكل موجود. نعم. بس نتعمد احنا نسوي الصبح، فيقعدون يتوسطون القعده وذاك الاكل الجميل، بعدين هي اللمه بالليل نقعد سوا. ايه. نايمين سوا. ايه. هذا اجمل اكيد. اكو عازف عود وغنى طبعا، هو شعر ويعني فد جو. ايه. يعني ايه. وتجي حتى اصدقائنا يجون علينا، هاي من اجل هاي الحباني، اضافه للموصل. ايه. كنت اروح للموصل هواي. اي المصايف. اي مصايف طبعا. وبعدين هاي على صفحه مال اربيل. نعم. وسليمانيه وغيرها كلها مصايف، هاي بالصيف تروح العالم هناك. ايه. بعدين لا توقفت هاي القضيه. اكو فد شغله هم حابه اسالك عليها، دائما اسمع من الاهل من الاجيال الاقدم شويه، انه فتره السبعينات اللي هي فتره ازدهار كامل، ازدهار أدبي فني ثقافي وحتى اقتصادي، فبالتالي بالازدهار الاقتصادي هذا لما كان الدينار أقوى من الدولار العراقي يقدر يسافر إلى أي دولة وهو صاحب العملة الأقوى، فالدول البقية تكون مهما كانت هي تعتبر أرخص من بلده نفسه. فصارت أكو هواية زيارات للدول الاشتراكية، لبعض الدول العربية، للدول الأوروبية. صارت عندك أحد سافر أو أنت سافرت بهذه الفترة إلى خارج العراق مستثمر قوة الدينار العراقي، قوة الاقتصاد بهذه الفترة، أو مثلاً أخ أو أحد من الجيران مثلاً سافر إلى أوروبا؟ يعني لأنه كانت فتحدث أن الواحد يسافر لأوروبا.
بالضبط، لانه كانت انا بوقتها ما اقدر اسافر صغير يعني. اي صغير. اي بس انا عندي ولد عمتي اثنين يعني كانوا يسافرون الله يرحمهم، يروحون ال 100 دولار تساوي 100 عراقي تساوي 330 صح، 330 دولار يعني ثلاث ورقات و30 دولار. اي صح. فالمعلمين بإجازاتهم أكو بيهم سافروا لأوروبا بسيارت صح. إيه طلعوا صح، سامع بهذه التفاصيل. أي طلع على طريق تركيا يروح ويروح يبقى له ثلاث أسابيع يبقى له شهر. أي دولة عملتها قوية يصير مسموح لها بالفول. 200 دولار. أي صح. مصارف ل 200 دولار صح. فينقلونا هاي المشاهد إنه إحنا كان حلمنا نطلع برا شوف أوروبا شوف. أنا وراء 2003 يلا قدرت أطلع من العراق. والله سافرت بيروت، سافرت سوريا، سافرت عمان، هاي المناطق القريبة. بعدين أجتنا هاي الدعوة مال التور مال رحت 10 دول أوروبية شفت العالم مختلف. بس والله العظيم إيش قد مختلف بس مو مثل العراق. حابة أنتقل وياك ويا المشاهدين إلى بارت آخر بهذا البرنامج، هو بارت محل التسجيلات. أتمنى كلش أتمنى أنه يعجبك، وأني واثقة أنه راح يعجبك لكونك شاعر وكونك عندك الخير يا متخدي دراية أسست هنا بس ركن ركن ما أخذت زين تركن على شعر عام فتشي يعجبك إن شاء الله ورخيص والله تستاهلين والله نظافة المحل الثاني اللي عندك بالمنصور مال تسجيل ما راح نختم الفقرة اليوم أعزائي المشاهدين خليكم ويانا. أستاذ حمزة بداية شو رأيك بالمحل؟ الخير عليك خير لي صيبك إن شاء الله تقطعين ألف محل يعني خير لي صيبك مساطعة هذا لو سرقف لي لا دادة سرقف لي مر بهاي اللحظة الله بعد مسلفن مسلفن وهي الشيء هي وريحته ويطلع جميل شنا عطر صدق؟ والله تشمين بيها ريحة الأغنية هذا شعر مو أفلام هاي مو إذا كان يشتم ريحة شيل لك في السالفة هاي شو ريحة الغري مشي أقول مو ده أقول شوية يعني صارت هذه بس لحظة سعادة ها أي طبعا تفتح كاسية جديد و صار ساعة أدور على شو اسمه المكان اللي ينفتح منه ما أدبرها أدري بس ما أدبرها؟ إيه ها أبطل البرنامج أستاذ حمزة كتبت الكثير من الأغاني الجميلة والأغاني اللي نالت انتشار واسع وكبير كثير من المطربين منو أقرب صوت كتبت له أقرب صوت يغنيك يعني بلا شك إنه كان هو القريب إلي وصديقي واللي شاركني كل يعني تقريبا معظم أعماله أنا كتبتين المطرب حسن بريسن الفنان حسن بريسن نوجه له تحية أي تقريبا ما ترى شاعر كاتب المطرب 90 أغنية 90 أغنية والله فوق 90 أغنية فوق 90 أغنية يعني كاتب له إيه بس يعني هي كانت فترة انتشار الكاسيت يعني كانت تعادل في أربعة الانتشار مثلاً بالفضائيات أي لأنه المحطات كانت قليلة يعني جداً الكاسيت كان هو المعول الأول عليه في بالشارع بالسيارة صح صح بالحفلات سيارة ما بها 11 كاسيتات أي كاسيت والمطربين بدوا يسابقون بتسجيل الكاسيت يعني هاي الحادثة تذكرني رياض أحمد قبل لا يسجل الكاسيت الأول ماله اللي كل احنا سمعناه كانت نسبة انتشار رياض ما توصل إلى 10% من ما وصل له بعد الكاسيت بعد الكاسيت اي هاي قضية هاي مو أنا أحكي صح هاي للتاريخ موجودة صح واللي وحفلات المهرجان مهرجان بابل في وقتها أيضا بالضبط كانت داعم دعم عظيم انا ما اقدر اقول اسم صاحب الفكره اللي سجل الكاسيت خاف يزعل عليه يعني هو صاحب المشروع يعني هو صاحب المشروع اي هو قدر يوصل الى منطقه الرياض الله يرحمه ما موجوده لانه عاده ما يكون الغناء بالتلفزيون او يكون يدخل ضمن ضوابط نعم لكن من يكون المناخ متاح وواسع المطرب ياخذ راحته ياخذ راحته
مواويل شغلات. نعم آه. نعم اكو اغنيه اني جدا احبها لمطرب جدا احبه، شنو رايك نسمعها؟ نسمع شويه منها. غلط. يعني الله يرحمه ضياء حسين امكانيه وصوت مختلف جدا، ما ادري جزء انا يعني احب صوته هيك اقول، شنو رايك بيه كصوت؟ شلون جتي ببالك انه تكتب له؟ يعني هو ضياء الله يرحمه كان عمه صديقي وليله كنا قاعدين ببيتهم يعني، فصاع عليه قال لي اسمع هذا الصوت. منو هذا؟ قال هذا ابن اخوي صغير والله هيك. اي هو بدا وهو بسن صغير وتوفى ايضا بسن. واذا اني اباوع على هذا الشاب يعني احسه مطرب عملاق. صحيح. اي خاصه بقضيه الموال، وعنده مساحه واسعه وعنده قدره على الجواب وعلى القرار، يعني مطرب جزء كبار متمكن ومرن بالتنقلات. اي فكتبت له يمكن حوالي 5 أغاني من ضمنهم هاي روس الهجوم الكبار، وغناها واشتخرت بشكل مو طبيعي. اي اخذتني طاقه. عد ما صورها كانت وياه ملايين. اه والله؟ اي كان بالتصوير الموديل. اي اي كليب يعني اتذكرها كانت ملايين صورت وياه. بعدين غنوها هواي مطربين. صحيح. اي غناها ماجد، غناها وليد، غناها محمد عبد الجبار. حفلات عملاقه. اي اي وضياء للاسف رحل مبكر جدا. اي والله. ولولا بالمناسبه اخر ايامه نقعد انا وضياء يغني لي بشكل انضج من قبل. يعني صوته من وصل هذا العمر نضج اكثر من 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 قبل، بحيث قام بالليل يغني شغلات يعني ما كنت اتصور هو مقتنع بها يعني ما اعرف يعني. بس شو سوى القدر يعني سباق للقضيه. يعني والله فجأنا القدر برحيله. اغاني انت تحبها وتحسها انظلمت؟ هواي عندي اغاني انظلمت يعني اغاني الغربه اللي غناها حسن بريسم هواي، بس اشتغلت من عتن بس اي اهلكم حملون لكم سلامات. بعد ذاك التعب وش قد مسافات اجوا عنكم يسالون، قالوا هم تردون لو للابد ما ترجعون. هيهات هاي الوحيده اللي اخذت مساحه. ليش؟ لانه حسن صورها والمخرج كان اختيار المكان بالمحطه، ولبس حسن كاجوال وجنطته ويسافر وجقارته بيده. إضافة هي الأغنية ما أخذها صدى قبل التصوير. هي ذيش الفترة الكليب كان يدعم الأغنية بشكل كبير بالانتشار، لأنه وسائل الانتشار ما كانت. لا هاي ورا الألفين ما كانت هواي. مع ذلك ما كان بعد اليوتيوب والمواقع التواصل ما كانت بعدها قوية باتجاه الأغاني أو الأفلام أو المقاطع. كان أيضا صح 2007 أو 2008، لكن أيضا الكليب ما زال كان يساهم بانتشارها. بالضبط. صحيح صحيح. بس انا اريد اقول الشغله واحده، اي اغنيه لشاعر تظلم مو صوت الشاعر. الشاعر ترى مو لا طبعا مؤسس حجر انتاجيه. اي رجل بدا بمشروعه وانطال الملحن وانتهى الموضوع، بقى الترويج وين؟ اي الترويج يم المطرب نفسه. صح. والان انت اللي جاي تشوفين ايش قد يدفعون المطربين على مود اغنيته توصل الى مليون مشاهده يعني. فهاي القضيه مرتبطه بالحسابات الانتاجيه ما لها علاقه بالجسم. لذلك انا من اسال حضرتك اقول لك الاغنيه اللي كتبتها وتحسها انظلمت، لانه احيانا يكون الشاعر كاتب حاله فنيه ودراميه وشعريه متكامله، لكن في وحده من الخطوات تتعرقل. بالضبط. او تتعثر فيبقى مثلا بداخلك اكو فد اعتزاز والم بنفس اللحظه انه ما اشتهرت او ما نالت، او تحس مثلا قصيده اخرى او اغنيه اخرى بامكانيات ابسط اشتهرت اكثر وكانه الصدف خدمتها. بس هي اذا اشتهرت عند النخبه وما اشتهرت عند العامه يعني يعتبر الى هذا نجاح مضاف يعني. اي طبعا يعني اذا يسمعوها مجموعه من الناس الواعين وكذا. نعم تختلف هاي القضيه هنا. اكيد اكيد يصير اكو. أي راي الصفوه ايضا مهم. هاي شنو هذه؟ هسه راح اسمعك. اه
شوف شنو رأيك إذا تحب. بينت نشيد الوطني. طبعا ماكو لقاء أو شيء ذا مو هاي وشوفك يا هوبا بسيطة هون وارتاح وشوفك يا هوبا صحيح التعب ما خذني صحيح الشارني ذبني صحيح التعب ما خذني. هذه الأغنية انتشرت انتشار واسع وفي مرحلة كانوا الناس جدا. يمرون بظرف نفسي قاهر. فاللحن كان إلي يد كبرى لو هو الموضوع بحد ذاته برأيك؟ لا طبعاً مع احتراماتي اللحن كبير يعني للكبير ضياء الدين يعني اشتغل بحرفة واشتغل هذا اللون اللي هذا الصبا زمزم اللي كان مشتغل. يعني أي واحد يسمع هذه الأغنية وهذه الكلمات يحس إنه هذا اللحن طالع من داخله. بالضبط هي ظهرت في وقت صعب بالعراق كان أكو حصار وكان أكو بيها قصة معينة. الأغنية هي بيها قصة. نعم القصة إنه هي وليدة لحظة انكتبت الأغنية بمثابة كوبليه وثاني يوم تلحنت. ثاني يوم تلحنت؟ ثاني يوم تلحنت بالضبط تلحنت بشكل سريع لأنه هي كان النص يدعو يدعو لقضية إنه أنت تتحفز كملحن من يوصل لك هيك نص وشوف مفردة غنائية غريبة على الغناء العراقي ما موجودة قبلها. إذا استفزت ضياء الدين فلحنها بسرعة لأنه خلص إضافة إلى هذا اختار لها اللحظة الإبداعية. اختار لها ست آلاء اختار لها قضية إنه لازم ألحنها بطريقة مختلفة فاعتمد الصبا زمزم وهو بالنسبة للملحنين ما يعتمدون الأنغام الصعبة يريد نغم نغم سهل سلس حتى من خلاله يمر أدواته والجمل الموسيقية مالته. صح فبذاك الوقت إجا عبد فلك من غناها من قرر أن تروح الأغنية إلى نجمنا العزيز عبد فلك؟ هو إحنا تلاذتنا كنا بالحالة تلاذتنا. حابة أنتقل وياك إلى قهوة رزوقي ونشوف الجماعة شنو محضرين من قصة اليوم حتى نسولف عليها بعدين ونرجع للاستوديو شو تقول؟ والله يا ريت لما شوقتوني لهاي القهوة العظيمة هاي هملك؟ هذه هملك شنو السالفة؟ مستثمرة جاية خليني نصور البرنامج تخاف تاخذ المساطحات تقلين أريد المساطحة منا لا تحاول جمهورنا خليكم ويانا. ابو نجم ماكو تعرف يهذر هوايه بس سوالفه حلوه ها ابن الحلال بنشرة سلام عليكم. عليكم السلام اغاتي سريع 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 سريع. الله بالخير الله بالخير الله بالخير والبركه. اي إيه والله يا اخوي رزوق اشتاقينا لك بس رزق 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 وقدوني التقدها قدها وقدود. اقول لك قول اشواني جاي بالطريق ايه؟ شفت لك حجي مجيد ناصب لك مجدوره. ايه ادري بيها بس شنو ذكرني في الساعه اروح لأنا وياك ولفندي لان تعرف الحجي جاي من الحج وذابح ذبايح للمنطقه وللاحباب. يا باخ ايه؟ بس ليش قلت حسبتهن واحد واحد حسبتهن ايه 50 50 جدر بس مو جدور عمي قزانات قزان مال الجيش القديم. تقول يلا ابو نجم صدق كذي معود لا ضرب عين تو جاي من الحيط ابد يلا ايش بهذا هسه ايش قلنا فدمونا لعد لو سولف لك سالفه جدي صبري ايش سوى بزماناته. يجي سولف لنا يا ابو نجم سولف لنا السالفه انا اعرف افدينا سولف سولف لك سالفه جدي سولف دخل نسمع يلا يا الله. هاي اقول لك مره اي جدي صبري باشا زين كان صديقه المدحت باشا جدك جدي بزمن العصملي زين الروح بالروح فديوم شافه
المدحت باشا مخندب يعني ضايج دع الغب راسه حسبة توديه حسبة تجيبه زين لهناك قال له مدحت باشا اشو انت مو على بعضك شكو صاير زين قال له والله يا صبري باشا شوية عاني بورطة أنا خير شنو أخوك جايك جايك بالطريق جايك يا با شنو السالفة قال له عبد الحميد باشا السلطان تركيا دزلي مرسال زين قال له أنا ناذر نذر إذا إجاني ولد أزور الرعية كلها لما بالكاظم وعبد القادر الشيخ عبد القادر وابو حنيف اجا الولد اذن حكمه السالفه لازم شنو يوفي النذر طب. ويجيب الرعيه من ام الرعيه عيوني من امي كل تركيا الشعب كله ملايين ملايين البشر تجي لبغداد منو الها شلون قال له زين يابا والحل قال له والله انا دايخ ما اعرف وين نيمهم وين نوكلهم ايش راح نسوي قال له جدي وش كم يوم راح يبقون قال له 3 ايام صفن جدي 3 ايام حسبه وداها منا ها وجابها منا ها جيب الشاي هنا ها هاي سافر الشاي انت شايل ايش هسه؟ هسه تعبك شايل السالفه هسه انت ليش تعصب؟ سولف على راحتك خلي اسمعك يلا فوت سالم جدي لقيتها قال له المن المدحت باشا قال له شلون؟ قال له بسيطه هن 3 ايام زين نسوي نهر دجله مرق اي هاي شلون؟ شلون؟ عافيه قال له شو نسوي؟ نجيب التمنات ها عيني ونجيب الخبزات زين ابويا ونسوي نهر دجله قليميه صفن بيها قال له يا معود زين تم شنو وعيته؟ ابو يا ابن الطينه صبر هسه انت ما تقول شكو مستعجل هسه انت ما تقول انت ايش تريد انت؟ جلي صيح ايش بيه صيح؟ منين اجيب رزوق يعني منين اجيبه؟ عموما كون ابو نجم لهناك حشد الوادم راح للمشخاب جدي وراح للشامية جاب لك ذاك التمن العنبر تفوح ريح تفوح يا أخوي زين المعجون على البصل على الكسور على 10,000 طلي وكل أهالي بغداد الصوبي إيه؟ تتناوب هذا اللي يجيب خشب وهذا اللي يجيب التمنات اللي عنده وهذا اللي يجيب المعجونات وهذا اللي يجيب الطماطم لهناك إيه؟ واوجبت الامور كلها اكتملت جابوا الحطب خلوه فوق نهر دجله كل واحد اللي عنده خبز جابه زين وثردونك ها فوق النهر فوق النهر يثردون صارت لك ذيك الدلاميه اجا السلطان عبد الحميد شاف الامور كلها شنو ذيك الوليمه يعني الخطه نجحت 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 نهر دجله صار لك دليميه دهناك اكلوا وشبعوا وخلصوا وثلاث ايام اجا السلطان عبد الحميد لحظة أبو نجم لحظة شكو يعني هاي سالفتك يحتاج لها صفنة ما تخلي الخشب فوق نهر دجلة ويسوي تشريب هاي نيوتن ما مفكر بيها هاي شيء مو لهالدرجة يعني شنو لازم كمل كمل إيه لعد الشمس نسمعه إيه لعد الشمس مو تجينا من فوق تصير عيني فلدينا تصير كمل نسمعه إيه شوف دشوفه دشوفه السلطان دشوفه للسلطان عبد الحميد حكايتك معقولة أنا عمي بالتسعينات هم سواها بس مو دليمية لا ها سوى شنو تشريب لحم إيه قناة الجيش إيه إيه شنو وراها صار حصار هي حصار بيها والناس كانت تتمنى تذوق التشريب أويلي سوى سوب مال لحم مال غنم يوجع 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 بس شنو دولة موافقت ليش؟ قال إحنا بحصار واحنا قوم تبريها شلون نسويها سجنوا العمي اخ
بتعرف كم يوم بالسجن مال القدس تندلى يم صفا يم مسبح الصفا تندلى مو طبعا قال يا ام ذول خطيه قال ايش قلت لك انت تعرف شيء ولا اعرف شيء هذا عمي سحب روحه هي قال هاي وراها بليه معودي صديق كذيب اي والله خطيه لا بس شو تشريب لحم تقول عبالك مال بن سمينه اي بس مو مثل عزيمه ايه. عزيمه يعني جد الله يخليك قل لي بروح جدك ابو نجيم قل لي جدك هم راح لاسطنبول يسوي البحيره مال السلطان قليميه اي طبعا من شاف السلطان هذا هاي العزومه الكبيره ايه؟ طبعا قال لي اريد صاحب الفكره هذه اريده وراح لك جدي التوب كابي هاي عندهم بحيره قال لي اريدك تسوي لي البحيره شنو تسوي لي اياها مثل ما سويتها ببغداد على دجله بس شنو فشلت الخطه فشلت ايه لان ما عندهم التمن العنبر من المشخاب والشاميه هنا الحكي ايه وش رادوا قال لي ماكو مشكله جيب التمن من المشخاب والشاميه ووديه لاسطنبول جدي هنا أنا وقف ها انا غلام ابوي اني اودي التمن العنبر من المشخاب والشامية لحلوق أولاد العصملي وأحرم العراقيين لا والله ما سويها في هذا العراق الصدق صحيح شاشلون ايه هو انت تمل العنبر ينعاف المشخاب صدق كذي ما شاء الله ما شاء الله ابو نجم جيب لي مي يا حجيب لك مي عمي صدق كذي طبعا هنا شويه بالغ العينتان بالغ 50 جذر بالدربونه شويه يعني كبيره السالفه يقول علي الوردي دائما العراقيين حتى يتباهون بالكرم لازم عندهم جذور كبار كلش وحتى الفقير اللي يعني حالته ما تسمح لازم عنده فد أداة طبخ كبيره للمباهات واظهار مظهر من مظاهر الكرم الصفرية إيه لازم طبعا شايفها مرة قدامك احنا ولد الصفاري ها احنا عشنا هي قضية الكرم مغموسة في الدم يعني نعم انا اعتقد الكرم غريزة يعني مو طبع ها يعني ينشأ وياك الكرم انت ولدت كريم ولدت بخيل لو ما ادري شو يصير مصير كريم حاب اسألك عن سفر من نوع آخر واستقبال من نوع آخر اللي هو الحجاج هاي إلها صدقتكم إيه؟ بالعائلة أحد راح للحج وإجا أبوي الله يرحمه راح الله يرحمه. راح للسعيد مكة بالثمانينات نعم وصعدوا بمنشآت منشآت إيه راحوا منها إيه والحملة دار كان عمي يعني نعم بالمناسبة فراح وكانت يعني هو كان من يجي من الحج نعم يجيب وياه هدايا اي شنو شكلها بالله الهدايا الهدايا يا اما غتره نعم احنا اهل العمال نسميها شطفه اي يا اما عرقشين يا اما سبحه يا اما قطعه قماش الاغلب قطعه قماش نعم فابوي جاب بوقت اتذكر جاب زوالي اي والله جاب زوالي مو هديه جابها للبيت انه ها للبيت مو تعقول هوايه حتى من صعده ويفتشون اللي يفتش ابو القمرق ما شاف الزوالي صح له قال له عمي تعال انت شو ما شفت هاي تعال شوفها هي ممنوع طبعا جيب قلت له شلون تقول لي قلت له انا للحج تكذب ما اكذب الله وجاب جقاير كريفن وغيره هاي السوالف لانه مو يعني مو موجوده بس يبدو هي ارخص هدايا اي اي هم ذولاك شو يجيبون لو يجيب له تنكه مال دهن تنكه ها ايه لو يجيب قونيه تمن زين لو يجيب شكر لو بيهم المترف كلش يجيب طلي وعاده اللي يرجع من الحج طبعا مكانته الاجتماعيه بين الناس تتغير بعد صار اسمه الحجي اي صح وحتى صفاته العامه كلها تتغير تصير اكثر جمال واكثر هيبه واكثر حكمة.
راح أطلع شوية خارج سياق الموضوع يعني، وأستثمر وجود الشاعر حمزة الحلفي. يعني أكيد الجمهور راح يقولون يعني حمزة الحلفي موجود وكل شيء سألته وما سمعتوا منه أي قصيدة، فراح يعتبون أكيد، وأكيد يتمنون يسمعون شيء مثل ما أنا هسه متمنية بحجة الجمهور. قول أنا أنا أقول ليش لا. صدقوني أضحك كذب والدمع بعيوني، حابسها رمشي غصب خايف تشوفوني. صدقوني أضحك كذب والدمع بعيوني، حابسها رمشي غصب خايف تشوفوني. أتمنى هيم بدرب بس أنا بي موجود، واصرخ بكل عبرتي وابكي بلاي حدود. من لوني لون الحزن يتسأل شلوني، ما اريد احكي بعد وافضح خفايا الروح. ولا تشكي جرح القلب للقلب ما مجروح، يسمع شكوتك صدق وعيونه بعيونك، بس لو جفاك الوقت ما يسأل شلونك. من لون الثوب الحزن يتسأل شلوني، صدقوني أضحك كذب والدمع بعيوني، حابسها رمشي غصب خايف تشوفوني. الله 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 عليك، شرفت ونورت وحلقة جميلة وثرية وقعدتك حلوة وما ينمل منها إذا بالبرنامج وإذا خارج البرنامج. كل جديد. الله يحفظك ويخليك، وشكرا على تشريفك وتنويرك إلنا. أنا سعيد طبعا بهذا اللقاء الجميل الرائع المتوج بهذه الأسماء الرائعة من إعداد دكتور محمد صديقي، وتقديمك أنت الرائع. الله يحفظك. وأيضا فكرة البرنامج كل جميلة وجديدة يعني ما مطروقة حقيقة، واحد يفخر أنه صور هيك لقاء. تحياتي للشباب كلهم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا جمهورنا الأعزاء، شكرا لكم، يا أهلا بكم.